في 2018 كان إعلان مصر إن هو عام بناء الإنسان، لكن دايما بيتبادر للإذهان كده إن هو عام بناء الإنسان، فأنا بقف في السنة دي فقط ببني فيها الإنسان وخلاص على كده. الموضوع مش كده، لأن مصر لسه مستمرة في بناء الإنسان من خلال عدد من المحاور اللي أهمها الاهتمام مثلا بالأنشطة الطلابية اللي فيه اهتمام كبير جدا بيها في كل الأنشطة المختلفة، وده لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لإبراز مواهبهم وتنميتها، وده اللي بنشوفه في معرض مصر بقت أحلى للأنشطة الطلابية واللي أقامته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة. المعرض ضم 700 قطعة فنية بتجسد أهم مشروعات وإنجازات الدولة خلال 7 سنوات، وكمان الطلاب قدموا من خلال المعرض استعراض مسرحي بعنوان يوم الشهيد، وإحنا عارفين إن يعني الشهر ده تحديدا فيه الاحتفال بذكرى يوم الشهيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور تامر سليمان، موجه عام المجال الصناعي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يعني عاوزين نتكلم عن فكرة المعرض، معرض مصر بقت أحلى، وإزاي استعديتوا لهذا المعرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الفكرة الأساسية جت لنا إن إحنا شايفين على مدار ال7 سنوات الماضية إنجازات في جميع المجالات من خلال سيادة الرئيس. فقلنا لازم يبقى لينا دور، ولازم نقول شكرا للرئيس بصورة مختلفة من تعليم القاهرة. فقلنا نعمل معرض بيجسد بأيادي الطلاب المنتجات اللي هي بتعبر عن الإنجازات اللي موجودة في خلال ال7 سنوات الماضية، سواء في مجالات الإنشاءات، الطرق، الإسكان، التعليم، الصحة، القدرات العسكرية. فابتدينا ندي تعليماتنا الموجهين في الادارات ان هم يشتغلوا على الموضوع ده، وابتدوا كل واحد بيعمل بقى بفكرته المنتج ده هيكون ازاي وبيعبر عن الانجاز اللي هو شايفه. الموضوع ده من ضمن الحاجات برضو ان احنا ننمي روح الولاء والانتماء للطلبه، بحيث ان هم في النهايه يبقوا عندهم وعي واحساس بالمجهودات الكبيره اللي هي بتحصل في جميع انحاء مصر، والكلام ده فعلا ابتدى ان هو يحصل. انا فعلا عايزه اقف مع حضرتك عند مساله اختيار الافكار وانعكاس ده على وعي الطلبه، اختيار افكار المشاريع المشاركه في المعرض. احنا سيبنا جميع الافكار للطلبه، انا عاوز الطالب هو اللي يفكر وهو اللي يقول وهو اللي ينفذ، بحيث ان يبقى الموضوع او الفكره نابعه من جواه، بحيث ان هو في النهايه نقدر ان احنا المنتج اللي هو بيعمله بيبقى عارف اهميته وعارف مدى انجازه. كمان كان في حاجه كويسه جدا في خلال المعرض، الطلبه اللي هم عرضوا المنتجات كان معالي محافظ القاهره اللي هو خالد عبد العال كان مبهور بان الولاد عارفين الارقام، عارفين الطرق كام 1000 كيلومتر، عارفين التسليح، مذاكرين المشروع يعني. بالظبط يا فندم، عارفين التسليح كام، كنا قد ايه وبقينا قد ايه، عارفين الانشاءات، عارفين الانجازات، عارفين كل حاجه ان هي حصلت ايه هي. حاجه كمان احنا من ضمن اللي احنا عرضناه في خلال المعرض، احنا كنا دخلنا موسوعه جينيس ريكورد باطول خط بذور في العالم، والاهرامات الثلاثه وبرج القاهره وهرم سقاره من المخلفات البيئه الطبيعيه بتاعتنا، فدي من ضمن الحاجات اللي هي اتعرضت في المعرض. اتعرض معانا كمان ورش عمل، حوالي 6 أو 7 ورش عمل لذوي الهمم، كانوا عاملين منتجات رائعه ورش عمل متميزه. كان في عندنا كمان عرض مسرحي بيعبر عن يوم الشهيد، وبيعبر الطلبه بنفسهم بيقدموا العروض ويعرفوا قيمه الوطن وقيمه الشهيد اللي هو قدم حياته علشان احنا نبقى موجودين في الرخاء اللي احنا موجودين فيه. نعم. الاغاني دكتور تامر، وفكره اللي انتوا تطلقوا العنان للطلبه علشان هم اللي يختاروا مشروعاتهم، يعني في الحقيقه هي فكره رائعه علشان خاطر يكون عندهم نوع من انواع يعني الانتماء للوطن، ويكونوا على درايه كمان بما يتم على ارض مصر من مشروعات كبرى هتغير حياه الاجيال دي تحديدا. لكن كمان ذوي الهمم كانوا يعني او كانوا ليس او ليسوا بمعزل عن المعرض، عاوز اعرف مشاركه ذوي الهمم سريعا كده في المعرض ده كانت عباره عن ايه؟ كانت بحوالي 6 أو 7 ورش عمل في منتجات زي البامبو، زي شغل السجاد، كان الاركت، الرسم على الازاز والمرايات،
منتجات مختلفه. في كانوا بيعملوا كمان تدوير لمخلفات البيئه، الكراتين بتاعه البيض عملوا بيها اشكال فنيه وعملوا بيها فوانيس شكلها حلو جدا. كانوا مبسوطين جدا جدا بالحضور الكبير اللي كان موجود. كان معانا دكتوره رندا شاهين من وزاره التربيه والتعليم، رئيس قطاع التعليم العام. كان الحضور كان كبير جدا، ودي كانت حاجه كانت بسطاهم جدا، وعارفين ان الاهتمام الدوله بيهم عامل ازاي. ودي كانت يعني نقدر نقول يا دكتور ان هو معرض متكامل كان بيضم كل انشطه الطلاب من يعني كافه الفئات المختلفه ليهم. الدكتور تامر سليمان، موجه عام المجال الصناعي بمديريه التربيه والتعليم بالقاهره، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وبنتمنى لكم طبعا مزيد من التوفيق.